اهلا اهلا يا جماعه. اليوم لينا قبل لا تروح المدرسه قالت لي نفسي في جريش يا امي. طبعا انا عندي احب الاختصارات بصراحه اني اضبط الجريش بطريقه مره محترفه جدا. اللي يدوم جريش يعرف كلامي صح ولا لا. فبعلمكم على اسرع طريقه مختصره، يعني هي يبغى لها اقل من ساعه عشان تجي من المدرسه، راح تجي وتلاقي جاهز. طيب كيف الحين اقول لكم كيف. اول شيء بصل وثوم قلبوهم خلاص. تتذكرون الطماطم حقها اللي سويت اول؟ خلص ان شاء الله اسوي لكم اياها واوريكم كيف احتفظ فيه. يعني بقي شويه احط ملعقه بس، مو شرط طبعا يتحمص البصل ولا شيء، بس يقبل هنا. انا بعد الجوال بس عشان البخار بس هذا. شايفه كمان ماجي، أضفت حبة ماجي يا بنات. وهنا شوفوا الجريش، هنا سر ذوق الجريش. المفروض إني نقعته من البارح في الليل، لكن أنا طلبتني الصبح فنقعته في حليب بودر مع مويه. بعد ما غسلته كوبين يعني جريش من الصبح، صار زي ما تشوفون هذه الطريقة. يعني قريب، يعني خلاص صار لي، ما صار جريش خشب، صار لي. بضيفه بعدين بالحليب كامل يعني. وهنا صدور دجاج. طيب الحين بعد ما حطيت عجون الطماطم، حطيت البصل والثوم وحبة ماجي، هنا سر الحموضة. يعني حط زي ما تشوفون زبادي. إذا كميتك أكثر من كوبين ممكن تحطين علبتين زبادي. أنا راح أحط علبة، وعلبتين تعطي طعم أكثر، تعطي كذا طعم مميز. شفتي الزبادي؟ الخلطة هذه أسيبكم فيها الجريش. شفتوا كيف صار الزبادي مع الطماطم مع التكشير اللي حطيت تحت تجنن. خلاص الحين أضيف هذا الجريش اللي متنقع من الصبح في موية حليب. طبعا كانت الموية حارة دافية لما حطيت إيش أسوي فيها؟ بهذه الطريقة الصبح. لازم عندك اختصارات، اشياء سريعه، ابغى تجي المدرسه تلاقي جريشها جاهز. طيب ايش اسوي الحين بعد ما حطيت الجريش هذا خلطته؟ اضيف الدجاج، صدور الدجاج برضه حيكون لها سر في النكهه. ترى ان الدجاج لما تكون بالعظمه برضه تكون احلى، لان العظمه تعطي طعم اكثر. يعني الحين اضيف المويه، بعدين املح وبهر، اقفل الضغط لمدة لما يبدأ يقشر أقصر النار مرة وأعطيه من 40 إلى 45. خلاص الجريش الآن صار جاهز، أغطي عليه. ترى أنا أحب الدجاج، أحس الدجاج مع الجريش ألذ من اللحم. شايفين ومتنقع، يعني شبه محتاج وقت يستوي فيه. اتشرب الحليب وأضفت زبادي. إنهم بكتب لكم الطريقة، والله لو جربتوها كلكم راح تدعوا لي وراح تجربونها، وراح متأكدة تعتمدونها. أسرع طريقة وألذ طريقة صدق، يعني تعطيك طعم الجريش اللي مرة لذيذ. يعني خلاص هو الحين بغطي عليه زي ما قلت لكم، برجع على العين الصغيرة عشان مجرد ما يقشر أقصر أعطيه 40 إلى 45 فقط، وكم مستوي جاهز. بدل ما أخليه قدر مكشوف نجلس نحرك فيه ونشتغل طول النهار في ساعتين 3 ساعات، لا احنا حنختصر بسلامتكم. لما يستوي حتشوفونه باذن الله. الحين اغطي خلاص بدا يغلي. هنا يا بنات المسمنه او الخلطه اللي نحط مع البصل فوق الجريش. هذه جبتها طبعا ليمون مطحون، وهذه برضه هذه مسمنه جريش بس شكل عليها بهارات. وهنا انا مسويتها ليمون مطحون، بس فكرتها تقلين بصل مع زبدة مع شوية زيت زيتون، تحطين ملعقة وملعقتين منها وترشينه كذا على الجريش لما يستوي. لكن هذا كل ما راح أسويها، لأن لينا تحب تموت فيه، تموت في الليمون بدون أي إضافات. فلينا بس تاخذ من الليمون الأسود وترشه كذا على الجريش بدون سمنة بدون أي شيء. ما راح أسويها لأن ما راح ياخذ الحين إلا هي. طبعا سويت الكمية اللي شفتوها عشان احتفظ فيها يومين 3 قدام، يعني اعطيها سخن لها سخن لها سخن لها.
تحبه مرة. والله يعطيه الصحة والعافية، يعطيكم الصحة والعافية. الحين القدر بدأ يأشر يصير النار. الحين بدأ يأشر، شوفوا العين مو الكبيرة ولا الصغيرة مرة، اللي صغيرة كذا. هذا مهم النار يا بنات، مرة مهم النار إنها تكون كذا. غطيت، شفتوا كيف؟ وأعطيه 45 دقيقة. يعني سر إنه ما يحترق إنك تحطينه على عين لما يأشر ضعيفة مرة، تجلس تستوي على مهل وننتظر. تجي لي إن شاء الله واحدة لربع عطف يعني، أو العشر يكون جاهز يعني. وخلاص يا بنات جاهز، شوف كيف، شوف بس تقطقوا كذا عشان اللحم يتفكفك يعني، الدجاج يتفكك. أصل الدجاج استوى مرة، مجرد ما طقطقته على طول كذا تفكك. شوف شوف كيف صار دايب. فأسرع طريقة وألذ طريقة للجريش، اعتمدوها وصدقوني تحبون تسوون الجريش على طول. طريقة مستحدثة وأسرع ما يمكن، ولذيذ للأطفال وفيتامينات وألياف وكل شيء تحبونه يعني، صحيا حلو. طبعا راح أعطي لينا بس ديما وخالد، راح الجامعة ما ظنيت ياكلون. هي ليونة حبيبتي اللي دائما تعيش جو أمها يعني. فأبدا خلاص جريشنا جاهز. طبعا بعطي لينا، تحب أحط معه الليمون، ما تحب أسوي الكشنة اللي هي البصل مع الزبدة مع الليمون، الليمون الأسود شوفوا مطحون هنا، بس رشة كذا يعطيها حموضة أكثر. والله الطعم ما أقدر أوصف لكم صراحة. فعليها وعليكم بالعافية يا رب. هذه وجبة لينا غداً.